وانا عارف ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قولتين ينقلب إليك بصر فاسعا وهو عسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمزاجها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال خبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء لأن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أما أمنتم من في السماء لأن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من
بنيا فكيف قاد نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصرك من دون الرحمن إن القاتلون إلا في غرور الله رب العالمين.